الداخلية من يحتاو لا الإجابة امسكتين وقيز مستمر دمي دميك خير ناس ميرسي بوكو استاذ بابا بابا في وراء هل تقول كلمة في حق وزير الداخلية ماذا تقول فيما قاله وزير الداخلية هل هناك من تصريح من طرفك تفضل تفضل كشف تصريح من وزير الداخلية فينا ما جابوناش وزير الداخلية يعبر عن مستواه يعبر عن مستواه لأن الألفاظ التي استعملها والتعبير الذي استعمله في الحقيقة التعبير قديم جدا 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 وقد فاته الأوان وينبغي أن يفكر الآن كيف يقابل الشعب غدا لأنه لا بد من أن يدفع ثمن الآن الأوان لوزير الداخلية لكي يدفع ثمن مواقفه وثمن الشتائم وثمن الشتائم التي يقوم هذه الشعب الجزائري وتلك الأوصاف التي يصف بها الشعب هي طبعا أوصاف موجودة فيه وفي جماعته بارك الله فيك ليست أوصاف شكرا ليست أوصاف تليق بالشعب الجزائري جزيلا وسيدفع الثمن إن شاء الله قريبا شكرا